السلام عليكم الإخوة الأخوات. فيديو جديد اليوم هي السبت. كما كتشوفوا الجو جميل وأنا الآن في الكافيتيريا ديال الخدمة هنا فين تناكلوا، وعندنا هذه الإطلالة الجميلة على هذا الميدان، هذه الحلبة ديال السباق الخيول. شفتوا كيفاش كانت الحلبة في وقت الثلج وقارنوها مع الحلبة الآن. لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. وحنا محظوظين أننا يعني كتاكل في وقت لابوز ديالك باش تجي تاكل، وفي نفس الوقت كتشوف هذا السباق ديال الخيول، لأن الموقع اللي جات فيه الشركة ديالنا موقع استراتيجي. عندنا إطلالة على هذا السباق ديال الخيول، كتفتح لك الشهية أنك تشوف هذه المناظر هذه وأنت جالس في الكافيتيريا وكتاكل. أنا فايت لي درت لكم فيديو على هنا، هذيك الكافيتيريا راه كلشي يعني موفر لنا. عندنا جوج ديال الثلاجات، وعندنا لان بعض الاصدقاء طلبوا مني وراني فيت درتها. ها انتم هنا عندنا الميكرو اوند فين تغسل المويعناتك، فين تغسل المويعناتك، ميكرو اوند توست، هنا فين دير القهوه، هذا فريرين صغير من غير الميكرو اوند، تليفون فين تتصل، البلاكارات هما البلاكارات الفوق والتحت. وكاين عندك هنا جوج ديال الثلاجات، وهنا ديستريبيتريس. من طبيعة الحال انك كتتميزي وكتاخذ داكشي اللي بغيتي. وهنا القاعة فين تريحو اللي بغي ياكل، راه شفتو ديما الدنيا خاوية، ديما الدنيا خاوية. وهنا فين تقدر تحط المجوهرات ديالك ولا شي حاجة اللي عندها الثمن خفتي عليها، راه بالسارود ديالها. وعندنا حتى هادو ولا جبتي معاك شي حاجة اللي خايف عليها، بلاص ما تخليها في البلاكار ديالك كتجيبها هنا وكتحطها في العشية كتاخدها بالساروت. وعندنا تلفازة، وعندنا اورديناتور الى بغيتي تغدى وتخدم في وقت لابوز ديالك تخدم شي حاجة. ومن طبيعة الحال عندنا هاد الاطلالة الجميلة على هاد الحلبة هادي. يلا نخليكم على خير، وانا كنحاول نلبي الرغبات والاسئلة ديال الاصدقاء كاملين. يلا السلام عليكم.